إن شاء الله نكمل تصحيح للأستاذة أختي إسراء، إحنا في انتظار تدخل إن شاء الله ونكمل لها تصحيح، بعدين إن شاء الله سنكتب اليوم رودينا سالور إن شاء الله بإذن الله بخط الرقعة بإذن الله إن شاء الله. طيب يلا مع دفتر الأستاذة، أستاذة إسراء أنت حضرتك سؤال، أنت درست الخط ولا اجتهاد؟ اكتبي لي على الدفتر بس، ودرستي دراسة ولا دورة؟ كانت مدتها قد ايه الدورة؟ ست شهور ولا ست ايام؟ 6 اشهر ان شاء الله. الدورة بتاعتنا مش هتستمر ل 6 اشهر، وما شاء الله الخط جميل، لكن اقل من كده بكتير، لكن انجاز حضرتك هيكون افضل ان شاء الله وانا متاكد. بص يا مس اسراء، لان انت عندك اصلا ان شاء الله. بص يا اختي اسراء، روحي حضرتك، انت عندك حاسه الموهبه موجوده، فلما بتنمى مع اقل تدريب بتظهر الموهبه. طيب هتروحي لي عند السين، هتروحي لي عند النون اللي بعد اللي قلنا عليها، اللي هي اللي عليها الدور، فينها يا مس؟ ها خلي ايوه، شاوري بسن القلم يا اختي، يا اختي اسراء، انا عايز اشوف سن القلم عشان اتكلم. شفتي بقى الجزء ده اللي استقر على السطر ازاي؟ شوفي شكله حلو وجميل ازاي؟ انا بقى اظن الرساله وصلت، وصلت حضرتك الرساله؟ فهمتي قصدي؟ طيب جزاك الله، يلا ورينا بقيه الشغل الجميل. أسنان السين، اعملي سنة بارزة شوية، خلي السنة تبرز شوية في السين المسننة. الجهاز مباكس، اللي بعديه وقربيه شوية، أو امسحي على الكاميرا الخلفية للجهاز. تمام. قفلت الكاميرا خالص. طيب تمام، فتحت الكاميرا الحمد لله. بصي يا أستاذة إسراء، كبري السنة شوية بتاعت السين الأخيرة، تمام، خليها تعلى شوية كمان. هي جميلة عند حضرتك؟ لا الأخيرة، الأخيرة يبقى الأخيرة تبقى الشمال، واخدة بال حضرتك؟ الأخيرة أقصد اللي هي التالتة، صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا أستاذة إسراء، سنة السين التالتة، فين أسنان السين؟ 1 2 3، خلينا أنا كلهم شاوري لي على واحدة وهنشتغل على واحدة، كلهم زي بعض، خلينا اختاري واحدة وإحنا هنتكلم عليها. يلا ماشي، يلا نشتغل على دي. فين السنة التالتة في السين يا أبلة إسراء؟ دي تطول شوية، السنة دي تعلى فوق شوية، تمام، وهتكبري المسافة بين السنة الأولى والثانية شوية، لأن بص النقطة بتاعتك قد إيه؟ يعني بص يا أختي إسراء، هو إيه نقطة وإيه نقطة؟ ده مقياس. يعني إيه؟ يعني المفروض المسافة بين السنة الثانية والثالثة ضعف المسافة بين السنة الأولى والثانية. وصلت الرسالة؟ سواء أنا بقى عاملها نقطة، عاملها نقطتي كبيرة شوية، ماسكة إيديا للألم غير ماسكة أبلة إسراء للألم، حجم ايديا غير حجم اختي اسراء، يد اختي اسراء، فبيديني اختلاف في حجم الخط نفسه، تمام. فالمفروض الخطاطين لما حطوا قاعده الخط قالوا ان المسافه بين السنه الاولى نص نقطه والثانيه نقطه، فطب ما المفروض بقى تكون نقطه ونص نقطه، فالمسافه بين السنه الثانيه والثالثه كبير جدا عند حضرتك، اكبر حوالي نقطه ونص، تمام. وصلت؟ جزاك الله خير، شكرا. في كاتبه الايه، نشوف الايه، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. النهارده كتبنا اياك نعبد واياك نستعين. ماشي جميل جدا ان شاء الله، استمر يا استاذه اسراء وان شاء الله يكون خطك افضل وافضل باذن الله سبحانه وتعالى، وارسلي شغل حضرتك الجميل ده ونرسلي على المجموعه ان شاء الله. تمام. طولي بس الزلف الاخير ده يطول شويه، اللي هي فإياك اللي انت حطيتي فيها الهمزه دلوقتي الاشاره، بس طولي شويه كمان في الاخر خالص، الاخير ده يطول شويه كمان. ايوه ده بيطول شويه. شكرا لحضرتك، جزاك الله خير. ماشي بس على حبيبي من الشبيك او على نص سالب. طيب الان ان شاء الله باذن الله
أنا هفتح الكاميرا عندي علشان نكتب كلمة رودينا سلور. تحبوا نكتبها بخط الرقع إن شاء الله؟ بإذن الله. بإذن الله. هنتوجه إن شاء هنتوجه الله إن شاء الله للكاميرا بالكاميرا العملية الآن بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي كويس، مش كل حاجة مش عارفة، مش لاقية. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. واضحة الكاميرا يا ابو احمد، احمد عبد الغني والاخوات، واضحة الكاميرا ان شاء الله. ان شاء الله. يلا هناك صلايب، هناك صلايب، بنقفل صوت الموبايل. تمام كده ان شاء الله. تمام، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بصي بيت بيت، هنكتب الاول نكتب هنا أسرة، نوضح الإضاءة عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. أسرة حسن أصلاً خطك وحش. أيوة أنت خطك وحش يا أسطى. وقت كده عشان إيه؟ مستر أنا بقفل من عندي يا أبو حميد. خطك أونلاين.
اسرت حسن خطك اونلاين. هنكتب هنا تتقدم بالشكر للأستاذة. نكتب هنا تتقدم بالشكر
زمان عمر عرابي، يبقى ده اتجاه الميل سنة السين الأولى يا عمر يا عرابي. هدينا صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ودية السين للناس اللي أخذنا النهاردة السين، شوف السين، السنة الأولى السين عليه الصلاة والسلام. السنة الثانية همشي نقطة، بعدين السنة الثالثة أهي، صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين نطلع بالألف، واضح الزوايا القايمة جدا في خط الركعة، واضحة خالص إن شاء الله معنا أهي. مسافة هنا قد هنا مرة ونص. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، سالور، هذا اللام نفس الميل بتاع الألف، واخد منه، وما ممكن أعمل الواو اللي خدناها النهاردة في حرف ال حرف ال في كلمة يوم الدين، نعمل الواو أهي. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، واجب عليها الراء كده، شوفوا أهي الراء بترسم أهي. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم أهي، شوفوا أنا برسم الراء أهو. طيب وبعدين بجلسها على السطر في نفس الوقت. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله تكون عجبتها تكون مبسوطة الناس كتب ها؟ ولا رودينا مش معانا أصلا نكتب بقى إيه؟ نكتب محمد بيوش، صح؟ نكتب كده بنوقع، نقول هنا في ده أحسن مكان الواحد يحط التوقيع. إذا بندور هنلاقي ده المكان الوحيد الفراغ، فأنا ممكن أكتب هنا كده محمد، وأكتب كلمة بيو، وأخذ الميم وأروح جاي عامل بالشكل ده مثلا، صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأروح قافل هنا كده كده، صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعدين لو في أي حاجة عايز أمنتجها بعد كده بمنتج عادي خالص، ممكن أمنتج اللي أنا عايز أزبطه. طبعا أكيد ممكن تلاقي هزة معينة، حاجة معينة تقعد تزبطها بقى على مهلك وانت بتكتب. صلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بشكركم جميعا. التصحيح خلاص المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. تعالوا بدري إن شاء الله يا أختي الفضلة، ربنا يبارك فيها إن شاء الله. بس رسمها جميل جدا ما شاء الله، أكنها كبيرة، ربنا يبارك فيها. يلا أهي خطها رسمها رائع، وكتبنا لها لوحة رائعة إن شاء الله تكون خدتوا منها سكرين شوت. طيب يا أختي الكريمة الحمد لله على السلامة. الحصة الجاية إن شاء الله حضرتك تعالي، الأخت اللي بتسأل دلوقتي أستاذة سمية، وأنا بصحح لحضرتك يا أستاذة سمية. خلاص الوقت الساعة 12 عندي، أنا الساعة 12 أنا بدأ من 9:30، فإن شاء الله من عناية لحضرتك حاضر، أنا ما بتأخرش على حد، المرة القادمة بصحح لحضرتك بإذن الله. طيب يلا نختم إن شاء الله، من مستعد يختم من الشباب؟ نسمع عمر عربي مشي، أخونا تامر إبراهيم اللي جهازه مسمى بتامر إبراهيم يقدر يسمعنا صوته ويختم لنا بصوته الجميل إن شاء الله. تامر إبراهيم من مين؟ من أي البلاد تامر إبراهيم؟
الجهاز المسمى بتمر إبراهيم ما تعرفناش عليه. من مصر، عمر حضرتك كم سنة؟ أنت الأول الأخ تامر ولا حد من آل تامر؟ طيب يا أستاذ تامر أهلا وسهلا بيك، أنا أخوك محمد بيومي مصري أعيش في قطر، إن شاء الله نشرف بيك وتستمر معنا إذا عجبك خط الرقعة إن شاء الله وتسقل خطك ويصبح أفضل إن شاء الله بإذن الله. تقرأ لينا تختم لحضرتك بصوتك الجميل إن شاء الله بعض من الآيات القرآن الكريم، مستعد؟ ما رأيك؟ الله يبارك فيك وينفع بك يا رب العالمين. خلاص إن شاء الله بفتح الإذن لحضرتك وتختم لنا إن شاء الله بإذن الله. لحظة لأن الجهاز عندي ثقيل. بسم الله الرحمن الرحيم، مع مسك الختام إيش الأستاذ نكتب اسم حضرتك وبعدين نديك الإذن إن شاء الله. تامر، تامر إيه حضرتك؟ إبراهيم. من مصر، ماشي يا فندم، سأفتح الإذن لحضرتك الآن إن شاء الله بإذن الله. بعطيك الإذن، بفتح لك الإذن عشان تقرأ يا أستاذ تامر. آه تفضل، هو هيفتح عند حضرتك مباشرة، تفضل يا أستاذ تامر. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ولا ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. جزاكم الله خيرا وبارك الله بكم، شكرا لحضرتك يا أستاذنا الكريم، بارك الله فيكم. إن شاء الله بإذن الله نلقاكم يوم الأحد القادم إن شاء الله في تمام 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت مصر إن شاء الله. نختم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.